هل يجوز أن يأخذ الربا؟ الربا أمر عظيم كبير. أنت تريد البركة؟ ابتعد عن الربا. الربا الذي يأخذ الربا الله سبحانه وتعالى يمحق عليه المال، يذهب ماله، يفلس. لا يوجد فرق بين دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية، الربا ربا في أي مكان كان. يعني الخمر محرم في البلد الإسلامي وجائز في البلد غير الإسلامي؟ أنت تسمع في الأخبار ملياردير في لحظة أفلس، ما السبب؟ الربا، يمحق الله الربا. تريد بركة؟ ابتعد عن البنك. الرزق من من؟ من البنك؟ من الربا؟ من الملك؟ من الرزاق؟ قليل أفضل من كثير يذهب لا بركة. كيف عاش والدك؟ كيف؟ كيف عاش جدك؟ بدون ربا، بدون شيء، وكانوا سعداء ولا إشكال عندهم. اليوم يريد بعض الناس أن تكون هذه جنة، هي دنيا ليست جنة.